الله الرحمن الرحيم. اسمي علي هندي رزلي، مقيم في لندن. تم اختياري كأحد مستقلي لحضور هذا المؤتمر تحالف المعارضة الأرثي، وفي مدينة في أثيوبيا عرفت بأنها مدينة تحتضن 54 مجموعة إثنية تتعايش ما بينها في سلام. وأتمنى أن تكون هذه المدينة بداية خير لبناء مجتمع في إريتريا يتوائم ويتوافق، مجتمع قادر على نبذ الخلافات الطائفية والدينية، مجتمع يسعى إلى إنشاء ديمقراطية قادرة على أن توفر للمواطن الإريتري حياة كريمة، ذلك المواطن الذي يقبع في معسكرات السودان ومعسكرات الحدود مع أثيوبيا، والذي تكبد الكثير من المرارات حتى يصل إلى هذا الأمر. وأنا أقول لكل إريتري يسرع إلى هذا التسجيل، بأن من يرى معاناة هؤلاء الناس الذين أنا شخصيا يعني اطلعت عليها من خلال مشاهدتي لبعض الوفود التي جاءت من السودان والتي تكبدت مشاق الطريق في ظروف صعبة، وإمكانياتهم المادية لا تسمح حتى بأنهم يتناولوا مشروبات بسيطة. هذه الأمور يعني أقول أنه من يعيش في الغرب إذا رأى هذه المعاناة يعني سوف يعني يرى ما تلك الخلافات التي يتشبث بها أمور تافهة جدا ولا تستحق بأن يضيع وقته من أجلها. يعني أقول لهم أنهم ينظروا لهم عن معاناة هذه المجموعات من الناس لتكون عبرة لهم. المجال في لمن يعيشون في أوروبا مفتوح لكي يقوموا بعمل واحد، وأنا أقول لهم تذكروا معاناة هذا الشعب، معاناة إخوانكم في هذه المعسكرات، لتعرفوا تماما بأنكم تعيشون في نعيم توفر لكم الأنظمة الغربية، وبالتالي تجنبوا الوقوف في فترة من فترات أمام التاريخ لائمين أنفسكم على تقصيركم تجاه أخوانكم في إريتريا. ومناشدتي هنا يعني أتمنى من لديه شك في هذا الأمر بأن يتجه إلى هذه المناطق التي ذكرتها ليرى أو ليقف حقيقة على معاناة إخوانه، والتي أمامها سيستسهل أي أمر من تلك الأمور التافهة التي تتعلق بالتنظيم الإداري أو بالتوزيع أو تلك الأمور التي تصاحب السيمينارات والاجتماعات. وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح ولإخواني في كل مكان، خاصة الشباب الذين يعول عليهم الكثير من أجل بناء مستقبل باهر لهذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك أستاذي علي، ونتمنى إن شاء الله كمان التوفيق للمؤتمر، وإن شاء الله نلتقي كمان في ساحات أخرى من ساحة النضال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا أخوة، في أوروبا بصفة عامة وفي سويسرا بصفة خاصة. حقيقة إحنا هنا طبعا أتينا لانعقاد المؤتمر الوطني اللي هو الشامل، طبعا كل ألوان الطيف موجودة هنا، وحقيقة الشباب كان لهم دور كبير، ومن ضمن الأخوة طبعا عندنا هنا نجبة معانا و بلغنا عنكم طبعا، وكانت رسالة جيدة من عندكم ومشاركتكم كانت فعالة. والمدينة اللي فيها نحن طبعا تعتبر مدينة يعني شبه الأحمر راسية في بلدنا، كلها الكوكتيل القوميات اللي في حوالي 54 قومية موجودة فيها يعني، وده دليل على إنه يعني نحن برد نعقد فيها 9 قوميات موجودة هنا ومتمثلة في كل المدينة. نصيحتنا لكم احنا طبعا نتمنى ان نرضيكم، والمؤتمر ماشي بصفه جيده والحمد لله، وكوننا سكرتاريه، وغدا اول يوم في المدة طبعا هتبدا ورش العمل، وتمنياتنا لكم يعني انه ان شاء الله نحن ناتي بما يرضي الجميع ان شاء الله، وان كان حسنا برضو اذا مثلا هذا يعطي انه وجودكم ووقوفكم معنا يعني. فنتمنى الشباب بالذات الشباب الموجود في سويسرا أن يتماسكوا وأن يكون لهم دور فعال إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق.
كان معانا الأخ إسماعيل من لندن، وإن شاء الله يعني نلتقي مع آخرين في لقاء آخر. وهذه رسالة طبعا من شاب كان له دور في المؤتمر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي بأخ كريم أتى من السودان، والأخ شريف. البطاقة الشخصية يا أستاذ شريف. شريف محمد أحمد، عضو مفوضية مكتب السودان اللجنة السياسية. أوكي. أتيت ممثلا لإيش الجهة اللي جيت ممثلا لها في المؤتمر؟ بعثة السودان. بعثة السودان بهذه الكيفية منظمة مجتمع مدني، فئات. أيوة بعثة فئات جماهيرية من السودان. مرشح يعني من الجماهير الإريترية بالسودان. أيوة. تمام. ما هي رؤيتك وجهة نظرك في المؤتمر وكيفية سير الأعمال المؤتمر؟ والله يا عزيزي، المؤتمر هو أولا خلينا نثبت أنه مؤتمر جامع بهذه المكونات، التنوع الموجود داخل هذا المؤتمر هو شيء جديد على الأريتريين. لكن قياسا بهذه النقطة نعتبر أن المؤتمر يسير في الاتجاه الصحيح. لا يوجد مشروع ضخم بهذه الإمكانيات أو بهذا العدد الكبير، 600 شخص من الأريتريين يصيغون الحراك السياسي داخل هذا المؤتمر. من الغير معقول أن لا تكون هناك تباين وجهات النظر، وهذا شيء طبيعي. لكن إجمالاً المؤتمر شيء جيد. الآن اليوم يبدأ المؤتمرون في مناقشة الأوراق السياسية، قسموا على 7 ورش عمل. هذا حدث بعد إجازة التقرير العام للمفوضية وبعد تكوين السكرتارية من قبل. قياساً على كل هذا نرى المؤتمر يسير بالاتجاه الصحيح ويلبي طموحات وتوقعات الأريتريين في شتى أنحاء العالم. ما هي دور الشباب في المؤتمر، وما هي رسالتك لشباب التغيير بسويسرا؟ الشباب لا ينفصل عن أي مشروع وطني، وإن كان قد حدث في مشاريع وطنية كثيرة لنا كأريتريين، لكن هذا المؤتمر أيضا يعول على هذه الشريحة من المجتمع تعويل كبير. لا يوجد شيء يحدث في كل أنحاء المجتمعات المتمدنة والسياسية في كل العالم لا يلقى الشباب. حدث هذا في حياتنا السياسية، لكن كما قلت هذا المؤتمر بضخامته أيضا يلبي يستوعب كميات كبيرة من الشباب، وهو الشباب يظل الغد والحاضر والمستقبل. فنؤمن تماما كشباب على أن الشباب لابد أن يسوق هذا الحراك السياسي في اتجاهه الصحيح، يلبي طموحات شعبه بأكمله دون اللجوء إلى إثنيات أو قوميات. هذه القوميات والإثنيات لا نلقيها من تكويناتنا نحن كشعب أريتري، ولكن لا نعطيها الأولوية فوق أولوية شعبنا. نتحدث عن قضايا سياسية، أزمة شعب، نظام يسيطر على الحكم ديكتاتوري ألقى بطموحات شعبنا التي كانت على مرمى حجر من يده في استغلال أريتريا 1993، ولكن هذا الاستغلال أصبح بداية لأزمة وكارثة جديدة. أصبح هناك إحباط، أحبط هذا الشعب في ذاك العام. لهذا هذا الشعب لابد أن يسير بهذا الحراك السياسي في الشق المجتمعي المدني والشق السياسي حتى يلبي طموحات هذا الشعب في هذا السياق. أما ما يكون في اتجاه الإثنيات والقوميات هذا لا نرفضه، ولكن هذا ليس وقته. شكرا لك أستاذ شريف. للمعلومة، الأخ شريف من ضمن أعضاء المفوضية السابقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهو كان يعني له أثر كبير جدا في تفاعل الشباب بالسودان، منطقة السودان. والأخ شريف هو ابن مناضل، يعني ورث هذه القضية منذ نعومة أصفاري، وهو ابن القائد الشهيد يعني البطل محمد أحمد عبدو. ونتمنى أن نلتقيك أستاذ شريف في ميادين أخرى ولقاءات عملية إن شاء الله. ولك من جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بالأخ ياسين. الأخ ياسين، بطاقة شخصية، من أين أتيت وتمثل مين يعني؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طبعا ياسين محمد حجاج من السودان، بالتحديد كسر.
هاي تمثل. وانا بمثل طبعا من لبنان. نعم بمثل جميع الشباب الموجودين هناك من دون اي فرس. لا بقول نعم لا هنا لكل الشباب يعني كلنا نتحد مع بعض. واصلا القضيه قضيه كلنا. جيت هنا ممثل للتنظيم ولا ممثل كفئات شبابيه يعني؟ فئات شبابيه. فئات شبابيه من كسلة. تمام. ما هي وجهه نظرك في سير اعمال المؤتمر ونحن في اليوم الرابع يعني؟ والله يا بامانه كده وجهه نظري للمؤتمر ان شاء الله المؤتمر اول قبل كل شيء ينجح. وفي اليومين دول اصلا في غيار توتالي تشينج لانه المؤتمر بينجح وينجح وسوف ينجح ان شاء الله باذن الله. تمام. وما هو دور الشباب في هذا المؤتمر؟ هل في لمسه هناك لمسه شبابيه في المؤتمر؟ دور الشباب في المؤتمر لازم الشباب يتحدوا يا جماعه نحن بدورنا نقوم نعمل كده لانه اباؤنا فعلوا وفعلوا. انا اقصد هنا هنا في المؤتمر هنا الشباب لهم لمسه كده في المؤتمر ده يعني لهم كلمه؟ لهم كلمه يعني تواجدهم وتفاعلهم موجودين يعني موجودين وقاعد يسمعوا اصواتهم للغير يعني. المعروف انه في الغديه يعني هي بين التنظيمات السياسية وبين الآباء يعني المناضلين. الآن الشباب قاعدين يحتلوا يعني مراكزهم التي يستحقونها. إن شاء الله بيستلموا يعني. يعني ماشيين في طريق إيجابي. أيوة ماشيين يعني في طريق كده تمام. يعني أنت في وجهة نظرك أنه الشباب قاعد يلعب دوره الأساسي يعني الذي يجب أن يقوم به. إن شاء الله بيلعب وقاعد يلعب برضه. تمام. عايز الدور أسي أحمد. أنا برضو بزيد في كلامك ده حاجة كده إضافة بسيطة كده. الدور طبعا بيجا دور الشباب لأنه أباؤنا برضو في المقدمة قلت لك أباؤنا جهدوا وعملوا وعملوا أي حاجة لكن أسي الدور علينا الشباب بيدورنا نعمل شو نقول فيه والناس تصور مع بعض تشوف آراء بعض تجمع آراء بعض وفي النهاية إن شاء الله يتحصلوا على نتيجة بإذن الله. تمام. رسالتك للشباب الإريتري بسويسرا. بسويسرا هاي طبعا أنا أقول للشباب الموجودين في سويسرا كلهم اجتمعوا تقعدوا مع بعض تكونوا متحدين ونراسل بعض احنا عملنا كده في الحته الفلانيه وانتم في سويسرا طبعا قاعدين مع بعض تقابلوا بعض احنا برضه بيدورنا عملنا كده يعني شنو نراسل بعض التواصل اي ما هي القضايا اللي ممكن الشباب يقفوا فيها من سويسرا مع الشباب الاخرين مثلا مثل السودان والمناطق الاخرى؟ والله يا بامانه كده يعني الناس لازم من كل النواحي تقف مع بعض الاتحاد زي ما الناس تقف مع بعض زي ما قلت لك الاراء ما تختلف والمفاهيم برضو تختلف. تمام. لخص كلمه كده بالتقرينيا يعني انا شفتك من الذين يجدون تقرينيا يعني بطلاقه ككلمه كده للشباب كمان رساله يعني مثلا انا انتهيت قلت لي منسيات في الجزء اللي انا بزنس جزء من المنسيات وتهتم بغاليتهم نعنا ركبوا لنا تحدري عندنا غي تغضي الناس نولدهم خلينا محلال الدليل هذا تسلم. شكرا كثير المناضل ياسين طبعا من الشباب الذين يعني تراجعوا في ظل النظام وتبوأ يعني مراكز عسكرية وخرج من إريتريا والآن هو يعني ماسك على جمر القضية ونتمنى أنكم أن نلتقي بك وحنتواصل يعني إن شاء الله باسم حركة الشباب الإريتري للتغيير وحنشيل منك العناوين والإيميلات وبعد ذلك يكون بيننا تواصل. وشكرا للأستاذ ياسين ولنا لقاء إن شاء الله في ميادين أخرى إن شاء الله.